سطر بدنا نحكي اليوم عن الفساد المستشفي بلبنان، ما عم بيرحم اللبنانية حتى بلقمة عيشهم. طبعا صار في افتضاح للكثير من الأمور، منها لفت يعني كبيس اللفت الفاسد، وفي تدحرج الكرة وعم تمتد أيضا إلى المصانع، مثلا مثل توقيف مهرب ألبان ونخاعات فاسدة إلى لبنان. لكن السؤال، هل هيدا كافي؟ وين قانون حماية المستهلك اللي أقر سنة 2005؟ هل هو على سكة التطبيق أم حبر على ورق؟ وغيرها من العناوين اللي رح نطرحها مع ضيفنا مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد طارق يونس. صباح الخير. صباح الخير إليك ولجميع المستمعين. وجود مديرية لحماية المستهلك مهمة بنفس أهمية الجيش، توافق على الكلام؟ مديرية حماية المستهلك طبعا وجودها أساسي، كما وجود قانون حماية المستهلك هو موضوع أساسي، ومديرية حماية المستهلك هي واحدة من الإدارات الموجودة الأساسية الموجودة بالإدارة اللبنانية، واللي هدفها تحمي المستهلك بغذائه بصحته، كما بأمور تانية ما لها علاقة بالصحة، يعني مثل المولدات الكهربائية، مثل محطات الوقود، مثل أمور عديدة لها علاقة بالغش. وطبعا هذا الأمر أو هذه المهام تتشاركها المديرية مع إدارات عديدة موجودة بالوزارات، بالإدارات اللبنانية، مثل وزارة الصحة، مثل وزارة الصناعة، مثل وزارة الزراعة، مثل وزارة الداخلية والبلديات. كلنا الأساس، ما حدا هو الأساس. كل موضوع، حتى قانون حماية المستهلك بشكل واضح بيقول تتولى مديرية حماية المستهلك والإدارات لا في نقطة تانية، والإدارات المختصة في كل من وزارة الداخلية والبلديات والصناعة والصحة والزراعة والجمارك وما إلى ذلك، كل الأمور المتعلقة بقانون حماية المستهلك، وبالتالي بس كله عنده في صلاحيات طبعا، كله عنده دوره. ممتاز. هذا نعم، هلا بدنا نحكي عنه، يعني كل حدا صحيح. عنده دور. صحيح. مديرية حماية المستهلك عندها دور، وزارة الصناعة عندها دور، وزارة الصحة. كلام دقيق. بس لما بدي أنا أوصل للغذاء اللي أنا بدي أجيبه على بيتي ولازم يكون مراقب، مش أنتوا بالآخر بتراقبوا عليه كمديرية حماية المستهلك؟ طبعا دور مديرية حماية المستهلك دور. نحن اليوم مش بواقع انه حدا يتهرب من مسؤولياته، بالعكس لازم كل إدارة تقدر تتحمل مسؤولياتها وتقوم. إذا ما كل واحد عرف مسؤولياته وقام فيها ما حنوصل لنتيجة. نعم. أما عملية التهرب فحقيقة شغلة ما إلى يعني مش وقت حاليا. كمديرية حماية مستهلك عم بتقوموا بمسؤولياتكم؟ نحن عم نقوم، يعني نحن الجهد اللي عم نقوم فيه هو جهد كبير. هل هيدا بيعني انه هو جهد كافي؟ بكم عدد من المفتشين؟ نحن حاليا عم نحكي عن 70-80 مفتش على الأراضي اللبنانية. أنا بقول لك في حوالي 60 مفتش حاليا منهم عم يشتغلوا، أو يعني 70% أو 75% من المفتشين حاليا عم يشتغلوا بموضوع واحد اسمه موضوع المولدات الكهربائية، اللي عم ياخد حيز ضخم ضخم من جهودنا ومن وقتنا. ويمكن معك حق انه هذا بده يأثر بطبيعة الحال على القطاعات الأخرى المعنية فيهم مديرية حماية المستهلك. بس اعترفت انه مديرية حماية المستهلك مش عم تحمي المواطنين بموضوع الغذاء. أنا أقول يعني معقولة كل هالمفتشين دايرين على المولدات الكهربائية والعدادات وناسين انه في غذاء ملوث وعم طبعا عم بيودي الناس إلى المستشفيات، وكمان عم بيسوق لنا سمعتنا بالبلاد الخارج من السويد وكبيس اللفت المسرطن. طب هيدا مش خلل كتير كبير وفاضح؟ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي بمديرية حماية المستهلك. شو رأيك نفصل كل هالعناوين؟ أنا وياك مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد طارق يونس بعد موجز الأخبار. نقطة عصر. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555.
أسبوع الكتاب المقدس السادس، الكتاب المقدس والشباب، من 18 ل 24 تشرين الثاني 2018. الافتتاح الأحد 18 تشرين الثاني قداس بكنيسة الصعود دبي الساعة 6 مساء. الختام سبت 24 تشرين الثاني مؤتمر لمسؤولي الشبيبة بالكنايس المجمع البطريركي زق مصباح من 4 إلى 8 مساء. الكتاب المقدس والشباب. إذا ما معك سيارة أو إذا تعطلت سيارتك، إذا جاي من السفر وبحاجة لسيارة تستأجرها، قدامك عنوان واحد: تشارلي رينت إيكار. سيارات موديل 2018 فيك تستأجرها ب $20 باليوم. اتصل هلأ على 71-906-222 أو 01-287-222 وحجوز سيارتك، أو زور موقعنا الإلكتروني charlierentacarlb.com. أسعدتم أوقاتا. موجز لآخر الأخبار من صوت لبنان. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يلمز جديدا على خط تذليل عقدة تمثيل اللقاء التشاوري، وقال حتى الآن لا يوجد شيء. وكرر بري تأكيد أن الحلول ليست مفقودة، وبالإمكان الوصول إلى حل في القريب العاجل، شرط أن تكون النيات صادقة لبلوغ هذا الحل. هنأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الفائزين في الانتخابات النقابية أمس، ولاسيما الكتائبيين والمستقلين المدعومين من الحزب، وقال في تغريدة عبر تويتر: لابد أن نكمل هذه المسيرة، فالنقابات باب للنضال والدفاع عن مصالح الناس وخدمتهم. بعد فضيحة انفجار شبكة الصرف الصحي في الرملة البيضاء، يعقد نواب بيروت قبل ظهر اليوم اجتماعا في مجلس النواب لتقديم دعوى على مجهول على خلفية ما حصل يوم الجمعة الماضي. النائب نزيه نجم أكد لصوت لبنان أن توجهه هو اللجوء إلى القضاء في قضية الضرر الذي طال بيروت وأهلها ولكشف الملابسات. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة دولة تستمر يومين لبلجيكا، تهدف إلى تعميق العلاقات الفرنسية البلجيكية. توقعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تحديد التفاصيل النهائية للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، حسب ما نقلت عنها اليوم وكالة رويترز التي تحدثت عن أسبوع حافل من المفاوضات في إطار التحضير للجلسة الخاصة لمجلس الاتحاد الأحد المقبل. في طهران يجري وزير الخارجية البريطاني محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين تتناول مستقبل الملف النووي. من صوت لبنان قدمنا موجزا للأخبار. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. لو فرجونا نجوم الدور مع نوال الصوت بيعلى، ومنحط النقطة عالصخر. نقطة عالصخر. أصدقائي المستمعين، منتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر صوت لبنان مع ضيفنا مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد طارق يونس. مجددا أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. شكرا. اليوم أنا بدي أطلب من كل الأصدقاء المستمعين يكونوا هني كمان كأنهم داخلين بحماية المستهلك، يبلغوا الوزارة عن كل شيء بيلاقوه غير طبيعي بالمحلات بالسوبر ماركت، كمان بعلاقتهم بالمولدات. في مواطن بيقول لي حماية المستهلك بمثابة الأمن الاجتماعي، ولكن بلبنان حماية المستهلك إدارة متوقفة لا تعمل مثل كل الإدارات وإدارات الدولة للأسف. شو بترد على هالكلام أستاذ طارق؟ ما في شك أنه المواطن اللبناني ما عنده ثقة بالإدارة العامة اللبنانية كلها سوا. هيدا خلص صار، يعني نحن عم نحاول دائما كإدارات عامة وكمديرية حماية المستهلك بالتحديد أنه نغير هذا النمط من التفكير عند الناس، نحاول نشركهم بعملية مثل ما ذكرت حضرتك، عملية
عملية الاستهلاك وثقافة الاستهلاك، وبالتالي عبر 17-39 اللي هو الخط الساخن نتلقى شكاوى الناس، نتواصل نحن وياهم، فاتحين نحن المواقع الإلكترونية للوزارة للتواصل مع الناس حتى نسمع صرخة الناس، نسمع شكاويها، وقدر الإمكان قدر الإمكان وبالصلاحيات الموجودة بين إيدينا نحاول نلاقي حلول لهذه المشاكل اللي كانت خاصة ببعض الأحيان أو اللي كانت عامة مثل موضوع الغذاء أو موضوع المولدات بشكل عام. شو رأيك نشركهم اليوم كمان على 01-205-511-01-325-555 خلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. يا أستاذ طارق، يعني اليوم معقولة حماية المستهلك، مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لاحقة أصحاب المولدات وتركة الغذاء على جنب؟ يعني اليوم أنتوا من بعد ما قصة اللفت وصارت القصة وطلعت الخبرية على الإعلام، أنتوا شو عملتوا غير البيان اللي طلعوا الوزير؟ يعني عم بتقول أنت اعترفت اليوم عبر صوت لبنان أنه نحن هالمفتشين عم يشتغلوا على موضوع العدادات وأصرنا بموضوع الغذاء، هل هيدا مسموح؟ أول شيء منه موضوع لا اعتراف ولا اتهامات، نحن عم نوصف الحالة كما هي والعمل اللي عم تقوم فيه مديرية حماية المستهلك. هذه المديرية من ضمن المهام التي تقوم بها هو موضوع سلامة الغذاء، هو واحد من المهام، ولكن أيضا حماية المستهلك بكل الأمور، البطال أمنه الاقتصادي، بطال أي موضوع يطال الغش ممكن يطال المواطن، هذه من مسؤولية مديرية حماية المستهلك. حماية المستهلك ليست هيئة سلامة غذاء، خليني أكون واضح وصريح. نعم. يعني اليوم في هيئة لسلامة الغذاء، صار في قانون لسلامة الغذاء، صدر هذا القانون، وهناك هيئة يجب أن يعني هذه الهيئة أن تكون موجودة وأن تمارس عملها، وفي إدارات معنية بموضوع الغذاء موجودة، في إدارات معنية بإدارة الغذاء موجودة على الأرض اللبنانية، فيها نحكي عن صلاحية كل الإدارات، مثلا وزارة الصحة كما قلت إلى دورة، بس هلأ بنقرأ القانون كمان مجددا، اللي بدي وزارة الصناعة والبلديات. أكثر من هيك اللي بدي أقوله اليوم وزارة الاقتصاد، بحيث لأنه موضوع سلامة الغذاء هو موضوع أساسي وبيطال الناس وصحتها، كان التركيز على مدى سنين طويلة، على مدى كل عمرنا حماية المستهلك كان الهدف الأول أو صلاحيتها الأولى أو واجبها الأول، الهم الأول لإلها خليني أسميه هو سلامة الغذاء. بس هذا ما بيعني أنه ما عنده أدوار تانية، وإذا بلحظة تانية لعبت هذه الأدوار التانية اللي هي أساسية أيضا، هذا ما بيعني أنه هي حادث عن دورة، لا بل عم تكون بأدوارها الأخرى. خلينا نعترف أنه بالمفتشين اللي عندكم مش عم تقدر المدير حماية المستهلك تقوم باللي لازم تقوم فيه. بس ما هيدا مش اتهام ست نوال، يعني اليوم هيدا تقصير مني. لا مش تقصير، هيدا مش تقصير، لما الإدارة بتشتغل من الصبح للساعة 6 عشية، لما الإدارة بتعمل كل الجهود اللي قادرة تعملها، هذا ما اسمه تقصير من الإدارة. هلأ اليوم في وضع عام، في مشاكل كبيرة، في قلة عدد مراقبين، نعم، ولكن هذا لا يسمى تقصيرا من إدارة معينة. إيه بس لما أنتوا بتهتموا كتير بالعدادات وبتنسوا موضوع الغذاء، هذا كمان واضح مشكلة. كنت واضح أنه اليوم بفترة معينة أصبح هناك تركيز معين، دون أن نهمل إهمال مثل ما عم تسكي. كيف وصل هاللفت على السويد؟ كيف وصل عسواد؟ وزارة الاقتصاد غير مسؤولة عن تصدير اللفت. طيب خلينا بس مراقبته هون عم يمنع كمان بالرزمان. خلينا نستقبل اتصال، مين معي؟ ألو بونجور، صباح الخير. أنا عندي سؤال بخصوص المادة الملونة يلي بلونوا فيها اللفت يلي بتعمل سرطان، هل هي منتجة بلبنان أو بيستوردها لبنان من برا؟ وهون مين دور بالدولة يقدر يمنع استيرادها؟ وهل حماية مستهلك بتعمل توصيات هاي الشيء؟ هذا السؤال خليك معنا جاوب أستاذ طارق. سؤال واضح وصريح. اليوم طبعا بشكل عام المواد الملونة تستورد إلى لبنان، عم نحكي عن مادة اسمها الرودامين بي. نعم. هي بشكل عام تستورد، ولكن هي ممنوع استيرادها. عادة وزارة الصحة العامة هي المسؤولة عن الموافقة على إدخال المواد الملونة إلى لبنان، وزارة الصحة العامة. بس هني منعوا، طلعت من وزارة الصحة من وزارة الصناعة أنه ممنوع تدخلها. وهذا دليل أنه هناك عملية تهريب. نعم. يعني هذا واضح أنه يمكن هناك عملية تهريب لإدخال هذه المواد وغيرها من المواد اللي بتدخل، واللي ما في شك أنه لا يمكن لوزارة الصحة أن تكون موافقة على إدخالها، وهذا أمر واضح وصريح، وبالتالي هناك مسؤوليات بعمليات التهريب. اليوم توصل هذه المواد الملونة. جمارك.
توصل هذه المواد الملونة، وفي معابر يعني معابر غير مراقبة. نحكي الأمور كما هي، في معابر غير مراقبة. عندما تصل هذه المواد إلى مصانع محددة، قد تقوم هذه المصانع بإضافة هذه الملونات إلى اللفت. طب من يراقب هون التصنيع بداخل المصانع؟ طبعا هون عم نحكي مين دور وزارة الصناعة هي المسؤولة عن المصانع، وهي المسؤولة عن الشان دو برودكسيون، إذا بدي خط الإنتاج داخل المصانع. عندما يصبح المنتج على الرف في الأسواق، تصبح عملية مراقبة لحماية المستهلك. للأسف لما بيطلع وزير الصناعة وبيقول وزارة الصناعة أقفلت 79 مصنع غير مرخص، ونبه إلى 22 مؤسسة مرخصة لتسوية أوضاعها، يعني معناتها ما في مراقبة ل 79 مصنع. خلينا نستقبل اتصال. ألو. مين معي؟ أهلا وسهلا. يا أهلا، يعطيكم العافية. شكرا، تفضل. حمدي، أنا اشتراك على جيب مايزي بيروت إدارية 15 أمبير. هلا نبلش بالموتورات. نعم، ادفع. شو قصة الدفع من الموتور؟ عنده 15 أمبير على الجيب مايزي، ده لازم يدفع؟ خلينا نقول اليوم ما في شيء اسمه قدي لازم ادفع، اليوم قدي بصرف بدفع. ما هذا الهدف الأساسي من تركيب العدادات، انه ما يكون هناك مثل جزية على المواطن بآخر الشهر. إذا عندي 10 أمبير بدي أدفع 250 ألف، وإذا عندي 15 أمبير بدي أدفع 400 ألف، حتى لو ما كنت متواجد ببيتي وعم بصرف. هيدا الهدف من تركيب العدادات، قدي بصرف بدفع. إضافة إلى رسم ثابت، هو بالنسبة لل 5 أمبير 18 ألف، بالنسبة لل 15 ألف عفوا، بالنسبة لل 10 أمبير هو 23 ألف، وبالنسبة لل 15 أمبير هو 30 ألف ثابتين، يضاف إليهم المصروف اللي أنا عم بصرفه ضرب الكيلووات التي تحدد تعريفته من قبل وزارة الطاقة والمياه بكل بساطة. نعم، على كل حال في كمان اتصال. مين معي؟ ألو، صباح الخير. هذيك العافية. يا أهلا وسهلا. يا أهلا. في مصلحة حماية المستهلك مدام لازم تفرض قبل ما تستورد البضاعة معايير لنوع البضاعة المستوردة. يعني ما فينا نحن نجي نفتح مثلا، والله فتحنا تجارة من الصين، نروح نجيب شيء اشياء بالصين. على فكرة في كتير بضاعة منيحة كمان، يروح بيجيبوا التجار الأوقات البلا ضمير، أوقات شو بعض التجار يعني يروح بيجيبوا بضاعة يعني ما لازم تنباع بالسوق. ليش ما بنعمل مثلا مثل الكويت؟ مثلا الكويت رعبة، كل دول اللي بتورد لها بيقولوا دخيلكم هي هاي رايحة على الكويت، انتبهوا لها. هاي لازم تكون لها معايير ومواصفات، من السيارات، من الطيارات، من اللي بدك اياه، من كل شيء، لا الابره حتى. عندنا كمان شغله، وقتها في شركه سيارات عملوا عليهم عقوبه ودفعوهم مصاري وغرامه ماليه، الا عندنا بلبنان ما سحبوا السيارات من السوق. وكل مصالح حمايه المستهلكين بالعالم سحبت السيارات من السوق، دفعوا غرامه لهذه الشركه، الا عندنا بلبنان ما بعرف شو صار فيها. ويكون لازم هي شركة عالمية، هي وفي كتير منها بلبنان، ليش ما سحبون من السوق؟ وعلى القليل بس انه يضبطوا العطل اللي كان بالسيارة، لانه هيدي شيء بالفبركة تاعت السيارة، وهي المفروض تكون الشركة هي تصلحها مش على حساب المواطن. تفضل استاذ طارق يونس، مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. المستمع اثار نقطتين، النقطة الاولى بتتعلق بموضوع استيراد المنتجات. اليوم أي منتج يستورد إلى لبنان، هناك صلاحيات للإدارات المعنية على مرفق بيروت. طبعا إدارة الجمارك معنية بكل البضائع المستوردة، ولكن بالتنسيق مع إدارات معينة. بشكل عام إذا عم نحكي اليوم، عم نحكي عن كبيس اللفت، إذا هناك من كبيس لفت، وعادة قليل كبيس لفت أنه يستورد إلى لبنان، لكن إذا هناك من كبيس لفت يستورد من سوريا أو من دول معينة، فوزارة الزراعة هي المسؤولة عن استيراد كبيس اللفت. وزارة الزراعة واللي بتعمل تجري تحاليل مخبرية على البضاعة قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، فإذا كانت مطابقة تدخل، أما إذا كانت غير مطابقة إما يتم إتلافها أو إرجاعها إلى مصدرها. هذا بالنسبة لكبيس اللفت، وبالنسبة أيضا إلى كل أنواع البضائع وخاصة الغذائية منها، اللي في صلاحية للإدارات المعنية مثل وزارة الزراعة بالنسبة للألبان والأجبان، مشتقات الحليب، اللحوم وغير ذلك، والمخللات، وبالنسبة لوزارة الاقتصاد بالنسبة لبعض المواد كالزيوت وغيرها. وبالتالي هناك صلاحيات للإدارات، وبطمنوا أنه البضاعة المستوردة إذا فاتت بطريقة شرعية على الأقل هي خاضعة لتحاليل مخبرية، ولا تدخل الأراضي اللبنانية قبل
تأكد من مطابقتها للمواصفات والمتطلبات. هذا أمر أساسي. نعم، وزير الاقتصاد طلب من الشركات من بعد ما سميهم، ما بدنا نرجع نسميهم نحن كمان، أنه يسحبوا منتجات كبيس اللفت من الأسواق. مش هيدي مسؤولية وزارة الاقتصاد؟ يعني اليوم كيف طلبتوا من الشركات أنه تسحب المنتجات طبعا. مش لازم أنتوا تسحبون السوق، لأنه هيدا بيشكل خطر على صحة المواطن. لا لا. كيف إذا لا. كان مسرطن؟ لا، يمكن صار في لغط بالموضوع. اليوم وزارة الاقتصاد، مديرية حماية المستهلك، هي اللي نزلت على الأسواق وسحبت عينات، أخذت عينات من الأسواق من شركات اللي بتنتج أو المعامل التي تنتج. هيدي من بعد ما أخذتهم جمعية المستهلك؟ إيه ما بقول لا. نعم. يعني عم نقول نحن شو عملنا. نعم. ولكن بنفس الوقت، نحن حقيقة مثلا ناخذ عينات، ما فيك تاخذ عينات من كل شيء بالسوق، يعني هذا امر متعذر. نحن بناخذ عينات من الالبان، بناخذ عينات من اللحم الموجوده بالملاحم، بنسكر ملاحم، بنسكر معامل او نمنع تداول البان واجبان، لانه هذا العمل اليومي، ما فينا نعمل كل شيء بنفس الوقت بنهايه الامر. لما بنسمع طبعا في اي خبر او اي اخباريه بتوصلنا بموضوع معين، طبعا هذا مثل اخباريه للتحرك الجدي أكثر، ولحتى نركز جهودنا على موضوع محدد. وهذا اللي عملناه بموضوع اللفت، نزلنا على الأسواق، رحنا على المعامل التي تنتج كبيس اللفت، أخذنا عدد من العينات من هذه المعامل، ومطرح ما طلع معنا أنه هذه العينات غير مطابقة لاحتوائها على مواد ملونة غير مسموحة كالرودامين بي أو الإي 129 أو غيره من الملونات، أخذنا منعنا، أصدر معالي الوزير قرار بمنع التداول، كما طلبنا من هذه المعامل سحب منتجاتها، لأنه بتكون موزعة، طبعا أهون أسهل أمر إن توزع، إن هي تسحب منتجاتها ونحن نلاحق هذا الأمر، عبر المستندات وعبر الفواتير. هيدي عملية الريكول هي بتصير بكل أنحاء العالم. بس أنا كمواطنة هلأ عم بسمعك. إيه؟ ما هيك؟ طبعا. وعم بسمع إنه كل واحد عليه مسؤولية طبعا, طبعاً. كمواطنة عم بسمع. نعم. طب أنا شو بيضمن لي ما أكون اشتريت من كل هالمواد اللي أخذته عينات منها من المحلات والسوبر ماركت وأكلتها أنا وعائلتي؟ طب مين المسؤول هون بهالنقطة بالذات؟ يعني نتدخل من بعد ما تصير مشكلة؟ كيف بدنا نمنع المشكلة أساسا؟ يعني ما هو كيف يمكن أن نعرف وجود، بوجود مادة رودامين وهي غير مسموح بإدخالها إلى الأراضي اللبنانية؟ ما هذا موضوع مش واضح. لازم ينفحص كل شيء بيطلع من المصانع قبل ما يوصل على المحلات والسوبر ماركت؟ ومسؤوليه ما في، دوله بالعالم تفحص كل شيء بيطلع من المصانع. هون في مسؤوليه، في ثقافه، في ضمير عند الناس. ما فينا نضل نقول بلكي ما في ضمير بتكل على ضمير الناس. ما فينا ما في دوله بالعالم تفحص كل شيء تنتجه مصانعها. نستقبل اتصال، مين معي؟ فيش ضمير. ما في ضمير. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. الضمير هو صوت الله في الانسان، هيدا أول نقطة. مدام نوال صباح الخير. يعني صباح النور، أهلا وسهلا. المشكلة بتركيب الأشياء، يعني أنا إذا استوردت هيدي الصبغة وأنا جايبها بدي أعمل مشروع تجاري، بدي أصبغ شو بعرفني 50 لوح خشب من هيدي الصبغة الموف، وقمت أنا بعتون لحطون بال 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 بالمخللات، او اذا انا جبت كان عندي لوح بطون، لوح خشب هرمته وحطيته مع حامض الليمون وحطيته بالزعتر. طيب بالنهايه مين بده يكون هالخفير؟ انا بدي اطرح هيدا الموضوع. الموضوع نعم. هو بحد ذاته اوكي، نحن عارفين انه هيدي الماده مسرطنه. نعم. طيب بس هالماده اساسا مش جايه لللفت. طيب اللي عم يستعملها لللفت ما انه يقولوا له انه ماشي الحال، طول بالك انه عيب، يعني لازم يكون بالحبس صراحه، لازم يكون خلف القضبان. طب يا مدام نعم، يعني اذا واحد قضاء وقدر لا سمح الله عمل حادث صغير بيخربوا له بيته. طيب واحد اذا خرب البلد كله سوا، ما حدا بيسترجي يحكي من مشكله الحمصيه لمشكله الريحان لمشكله كفرفلوس لغير مشاكل لمشكله الرمل البيضاء، انه واحد كب ورقه كلينكس صار 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 مجرم، واللي طم البلد بالزبالة قبضاي ونافس وما حدا بيسترجع يحكي معه. هيدا الموضوع اللي بدنا ينطرح من بعد امركم. يعني نعم، انا بشكر صوت لبنان على رحابه صدره. اهلا وسهلا فيك. نحن هيدا صوت الناس، واللي عم بيصير مش مقبول بهالموضوع. نستقبل كمان اتصال، مين معي؟ ايه بونجور ست نوال. يا اهلا وسهلا. انا بس حابه اقول شغله، انه هن ما معهم خبر انه كان في مواد مسرطنه باللفت الا لوقت اجا هيدا الكبيس لازم يتصدر لبرا،
والدولة اللي كانت بدها تستقبله هي اللي كشفت انه في ممر. نعم يعني بالسويد. نعم يعني هن ما معهم خبر. يعني لو يعني هيدي بيت القصير. هي نعم اكتشفت هالمواد، نحن بعدنا عم ناكل هالكبيس وهن اخر هم وما معهم خبر. هلا نبشي عشو نحن عم ناكل كل يوم وشوف شو نحن عم نتعرض له. يعني اليوم بدنا ننبه شو في بالسوق اللبناني ونحن شو عم ناكل من السوق اللبناني. مين بده يعرف؟ كيف المواطن بده يعرف نحن شو عم ناكل؟ يعني كشفت القصة انه عن لفت المسرطن بالسويد، مش هيك؟ كان في شحنة من طبعا اذا مصنع معين عم بيصنع سلعة مثل او عم يزيد عليها هذه المادة الملونة وصدرها الى السويد، وبالتالي تم فحصها بالسويد من بعد ما حاولت الدخول إلى الأراضي السويدية وتبين أنه هي غير مطابقة، وأعلمت الدولة اللبنانية عند ذلك بأنه في شحنة غير مطابقة صارت. وهون طبعا هذا عطى إشارة معينة أنه ممكن في بعض المصانع عم تستخدم هذه المادة، والموضوع طبعا صار اللي صار. صار نعم صحيح. بس نحن أكلنا لفت مسرطن. ما في شك أنه صار في ناس استهلكت هذه المادة، ولكن نعم. كلمة مسرطن خلينا نحدد اليوم شو يعني. اليوم مادة اللفت أو مادة كبيس اللفت هي منا مادة بناكلها كل يوم بكميات كبيرة. دائما لما نحكي عن مادة معينة أنه ممكن تودي إلى سرطان معين، حتى ما نرعب الناس، ولكن بالوقت نفسه ما نحط إيدنا على الجرح، بس كمان ما بدنا نخوف الناس، ما نعمل حالة هلع أنه كل واحد اليوم أكل لفت يقول أنا صار معي لا سمح الله سرطان. هذا كلام مش دقيق. اليوم تمنع مواد معينة ليش؟ لأنه إذا زادت كمية استهلاك الناس لمادة معينة وزادت هالنسبة من المادة الملونة الغير مسموحة واللي على إذا كبرت كتير هذه النسبة قد تؤدي إلى التسبب بالسرطان. ولكن اليوم كبيس اللفت هو منه يعني مثل اللبنة بناكلها كل يوم عشية، يعني بشكل عام منا مثل اللبنة، ما لازم نرعب الناس. شو ما كان لازم يعني نوضح. ما لا لا أنا عم بقول إنه نحن هذا موضوع يجب أن يتابع من الإدارات العامة، ولكن ما لازم نخلق حالة هلع. هيدا بكل بساطة اللي عم بقوله يا عمي. في لفت مسرطن ردولنا الشحنة بالسويد وكان عم يبيع بالسوبر ماركت وبالمحلات، يعني كيف أخذت عم نخلق عينات. أخذت عينات. شو طلع نتيجة العينات؟ طلع جزء من هذه العينات ما بيحتوي على مواد مادة الملونة رودامين بي أو غيرها من المواد الملونة، في جزء آخر من هذه المواد يحتوي طلع على نسب صغيرة ولكن غير مسموحة. أنا غير مسموحة. غير مسموحة. بس ما نسأل هالمصانع يعني معليش لوزير الصناعة مش قادر يطلع معنا، حاولنا نتصل فيه، إنه مش أصحاب هالمصانع لازم يكونوا خلف القضبان بالحبوسة؟ هيدا سؤال مستقبل اتصال. مين معي؟ صباح الخير. صباح النور. بحييك وبحيي ضيفك، وبتمنى لو كنتوا بتجيبوا حدا من مؤسسة المواصفات والمقاييس يكون معكم بشكل علمي يشرح الموضوع، لأنه في لغط كتير كبير اللي عم ينحكى، وموضوع عم ينقاس من ميلة مش مطابق يعني للواقع اللي عم بيصير. أول شغلة الملونات ما بس بتستعمل بالكبيس اللفت وإلى ما هنالك، بتستعمل بالشرابات، بتستعمل بالشوكولا. وثانيا بالنسبة لموضوع السويد بالذات، من حوالي 12 سنة لورا صار في مشكلة بشحنة لطحيني كان فيها مادة اسمها مادة التيتانيوم. مادة التيتانيوم يلي هي مبيض، مادة ببيض الطحينة مشان ما تبين سمرة. هيدي المادة بيختلف النوع مستبعولة كيف الواحد بيستعملها. مؤسسة المواصفات والمقاييس بلبنان هي المعنية الأساسية بقديش النسب اللي بتكون من مادة الملونات بقلب البضاعة اللي بتنبع محليا. بس صار كله عم يفحص، جمعية المستهلك بتفحص، وزارة الاقتصاد بتفتح بقى على اي اساس؟ على اي اساس بده ستاندر، بده مواصفة؟ هيدا رقم واحد. رقم اثنين انا اللي بدي اقوله انه لما طلعت هيدي الهوجة من قبل العالم كلياتها انه طحينة طحينة، معلش نحن ما في لوح شوكولا موجود بلبنان بين ايدين ولادنا الا ما في مادة تيتانيوم، مادة مبيضة مستعملة بدواء اسنان. يعني كل يوم ما بدي بدقلك بالشوكولا، كل يوم اللي بفرش اسنان الصبح يقرأ الانجريدينس تبعيتها بيلاقي مادة تيتانيوم موجودة بدواء اسنان بكل أدوية اسنان. فنحن مقاربة الملونات أو الألوان هيدي مقاربة صعبة، بدها حدا من مؤسس المواصفات والمقاييس تكون موجودة لتشرح، لأنه اللي تفضل فيه ضيفك الكريم كلمة كتير جوهرية، انه فاتت البضاعة لهون هيدي الألوان مش للاستعمال
للمواد الغذائية وممكن تستعمل. هلأ بتقولي لي في ناس بلا ضمير، بقول لي أكيد في ناس بلا ضمير فور شور، ما عم بقول وإلا هيدي مبدأ الثواب والعقاب موجود بكل العالم. في ناس نحن عنا كمية من الخير، نسبة من الخير ونسبة من الشر، ولكن إن جنرال أنا بدي أقول لك شغلي، هيدا المصنع يلي كما اللي انردت الشحنة تبعيته على من السويد عم بيصدر على 20 بلد أو على 30 بلد تاني وما عم بيكون مشكلة معهم لأنه المواصفات والمقاييس عندهم تختلف عن هيدا. الموضوع هو نسبيا قديش تصبح النورمز والستاندرد بلس هيدي المادة. هيدي المادة ممنوعة استعمالها بلبنان، طلع قرار وتعميم من وزاري من وزيري الصحة والصناعة، يعني ممنوع استعمالها. هالمصانع اللي عم تستعملون يعني هيدا هون بس احنا طلبنا موعد من المعالي الوزير وطلبنا منه لنشرح له هذا الموضوع وبحضور حدا من مؤسسة وزير الاقتصاد وزير الصناعة، لأنه صناعة. وزير الصناعة هو يعني هو المعنى الأساسي صحيح. للصناعة نعم. الصناعة نعم. بعدين أنا بدي ألفت نظر لشغلة واحدة بالنسبة للصناعات الغذائية تحديدا، هي أكثر صناعة معقدة بلبنان لسبب بسيط جدا، كل الوزارات لهم إيد فيها وأي شيء بده يصير فيها ما عم بيقدر يتم بالطريقة الصح لأنه في تضارب بالصلاحيات ولأنه ما عندنا هيئة سلامة الغذاء. سلم تمك وبلس ما عندنا في شيء اسمه المجلس الوطني للغذاء، يعني صار في صار فيها مروجة إلا صار فيها مروجة لإنشاء هالهيئة كمان مروجة كتير كبيرة يمكن القرار السياسي ما بدهم يراقبوا. نعم شكرا لك، أهلا وسهلا فيك على المداخلة القيمة. كمان اتصال من معي رح ينضم لنا هلأ رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو. صباح الخير. صباح النور. يعني اليوم المستمعين. يا أهلا وسهلا، يعني اليوم حضرتكم تحركتوا أخذتوا عينات من اللفت وفحصتوها، بأي مختبرات عم تفحصوا؟ ما عم تعمل هذه المختبرات اللي فحصناها فيها RBML بالشويفات اللي هي مختبرات معتمدة دوليا وبالشرق الأوسط كله. نعم بس طبعا الوزارات فحصت بغير مختبرات، هاي العينات نعم. ونتائج العينات عم تطلع نفسها بمركز البحوث الصناعية. نعم. نعم. طلعنا على النتائج البحوث الصناعية عند الوزارات ما معنا خبر وما نشرت فبالتالي ما بنعرف. نعم يعني اليوم بالنسبة للعينات اللي أخذتوها شو النتائج كانت؟ هل هي كارثية خصوصا أنه عم ينقال لا يعني مش الوضع مثل ما هو متصور وعم ينقال؟ مين اللي عم بيقول لا؟ ضيفنا مدير حماية المستهلك طارق يونس. نعم يا هلا أهلا صباح النور. طلعت دكتور. النتائج عندكم؟ في بعض النتائج صدرت صحيح، وأخذنا قرارات منع التداول، في قرارات منع تداول صدرت، وفي بعض العينات طلع فيها نسب 7-8-10-12 ملي جرام بر كيلوغرام بالتحديد، وفي عينة عالية رودامين بي عم بحكي المادة المسموحة الغير مسموحة طبعا المادة الغير مسموحة عم نحكي عنها. ايه وفي في عينه نسبه بالمية طلعت. نعم بقول لك 2 ملي جرام، يعني في شيء بين الخمسة والعشرة ملي جرام بالكيلوغرام، وفي عينه ما هي بالقانون هي حسب المواصفات لازم صفر بالمية. طبعا طبعا بقول انه غير مسموح استعمالها طبعا هذا عم نحكيه طبعا هول اعتبرناهم غير مطابقين. بنسبه عاليه من العينات نحن تقريبا حوالي 40% من العينات يعني موجوده طبعا طبعا لا حدا بيقدر ينكر هذا الحكي. كيف يعني 40% طلعت عندكم 60%؟ ما حسب منين اخذتي يعني ما هذا امر طبيعي. هي هيدي بسيطه، هيدي معناتها المهم انه عم تستعمل بكثافه ما في شك، وهيدي المهم عم بتأثر نوعا بالغذاء بكل دول العالم بما فيها لبنان، وعم تستعمل بلبنان لأنه ما في أي متابعة وأي مراقبة إلها بالأسواق، ولا كانت انكشفت بالرغم من أنه لبنان معه خبر بالقصة من 2016. الوزارات تم إنذار من قبل نظام الإنذار السريع الأوروبي من سنة 2016 لأنه بلش تفوت على دول أوروبا بعد دول أوروبية وبلغوا لبنان حين ذاك، ومن هون تحركت وزارة الصناعة ومنعتها بال 2016. لكن يبدو أنه
بالقرار تم منعها، لكن بالواقع لم تمنع وهي عم تستعمل بالواقع العملي بعدد كبير من عند الموزعين. نحن لأنه عملناها عند الموزعين الكبار، يعني المصنعين الكبار طلعت نسبتها عالية، بمعنى أنه عم تستخدم بكثافة، وبالتالي عم طعم اللبنانيين لفت، اللي هو لفت يستخدم تقريبا بكل الصندويشات بلبنان، كله موجود تقريبا في الرودامين به، وبالتالي بيشكل خطر على الصحة العامة. طيب شو المطلوب اليوم دكتور زهير برو برأيك؟ يكون في دولي، بس دولي وين؟ إدارات، نعم، إدارات تروح تقوم بواجباتها حيال الناس، تمنع عنها هيدي المصايب، توقف هالاستخدامات كلها. مش بس هيك، بس هي بهذا المجال، ما في كل مجال سلامة الغذاء في فوضى شاملة فيه. مين مسؤول عن الفوضى؟ طالبوا هيك نحن بس، خلي تشرف تقوم بوجباتها. هودي الناس عم موظفين، عم نحكي نحن بوزارات الأساسية الموجودة، عم نحكي بمئات الموظفين بكل وزارة يقوموا بوجباتهم، عم بيقبضوا معاشاتهم من الشعب اللبناني، يحموا هالشعب هذا. الإحصاءات اللي طلعت آخر كم شهر حطت لبنان بواجهة الدول اليوم بالعالم اللي عنده سرطانيات. نعم. طب اليوم انتو هالشكاوى اللبناني بقى. نعم، هالشكاوى اللي عم تورد على جمعية حماية المستهلك عم تحولوها للوزارات المعنية؟ نحن عم نعالجها، نحن الشكاوى اللي بتيجي كلها بنعالجها مباشرة. ليه ما بتحولوها؟ ليه ما بتحولوها على الوزارات المعنية؟ أصبنا بيتحول شوي على بعض الوزارات، وخاصة على البلديات، لأنه الناس يأساني. ما يعني شفنا هلا بهاي القصة، الإعلام طلع حاول اتصال ببعض الوزارات على الخط الساخن، ما وصل لأي نتيجة. معلش يعني اليوم ردش نفوت، نحن لا نفيتين بمنافسة مع حدا ولا شيء. نحن مش دولة، الدولة هي اللي بتحمي، القانون هو اللي بيحمي المواطنين. نحن مجرد ناس بضووا على هيدي المشاكل، بيحاولوا الدفاع عن شؤون المستهلكين، ونحن ما لا عنا لا موظفين ولا عنا شيء. فالدولة واجباتها هي، وهي موجودة من شان هيك. اللي مش قادر يقوم بهذه الواجبات حي المواطنين، خلي السائل ويصل، وخلي نوجد دولة جديدة، لأنه الوضع اللي وصلنا له اليوم بعتقد أنه مأساوي، خراب البلد، خراب. شو عم نفرج صورة ورا صورة، أحي النفايات طامة البلد، المجارير عايمة بالبلد، كله هذا واقع، هذا واقع. شو نعمل؟ هذا بلد بده من البداية إعادة نفط بالكامل، ولا يمكن أحدا بحل محل الدولة. نعم، على كل حال اليوم يعني هذا موضوع كتير كبير، قصة الغذاء المواطن اللبناني. اليوم طلب وزير الاقتصاد من الشركات أنه تسحب هالمنتج من الأسواق. أنتوا كجمعية مستهلك يعني لقيتوا أنه منتج كبيس اللفت صاحب من الأسواق اللي معظمه برمنا على الأسواق، والناس عم ترفض أنه ينحط لفت بالأسواق. نحن قلنا للناس أفضل طريقة هلا لكان حل الموضوع هذا ونسحب الرودامين من الاستخدام، إنه توقف استهلاك اللفت بانتظار إنه هاي الكمية الموجودة بالأسواق يتم سحبها وتلفها. فخلي تعلن الوزارات المعنية شو عملت، لأنه نحن ما عم نعرف شو عم يعملوا ولا حدا. ليه ما بتنسقوا معهم؟ ما بعتقد. لكن اليوم هذا أساليب العمل. نحن اشتغلنا معهم لل 2006، كان اجتماع أسبوعي أيام الأستاذ فليفل، فؤاد فليفل، وما أدى لأي نتيجة. فقررنا أنه نوقف هيدي القصة لأنه ما ضيعت وقت، وبدون ما يصير في إصلاحات جدية وجذرية داخل هيدي الوزارات ما في نتيجة. هل الحل بتطبيق قانون سلامة الغذاء؟ طلع من 4 سنين لليوم ما طبقوا، وحطوا بس عينوا رئيس لهيدي الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وغير شيء ولا شيء، وبالتالي ناطرين مدري كم سنة بعد. لليوم أنونس حماية المستهلك اللي صدر بال 2005 ما صدر المراسيم التنظيمية، المجلس الوطني لحماية المستهلك لليوم ما بيجتمع، ف معطل كل شيء، معطل بالبلد.
للأسف الدستور كاتبينه ومسحين الأرض فيه. شكرا لك رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو. كل شيء معطل بالبلد اليوم، للمياه نظيفة، للأناني يعني البلاستيك اللي ممكن يستعملوها، الجالونات البلاستيك مستعملوها المواطنين. كان عندنا حلقة كمان في شركات غير مرخصة وعم بتعبي عدد كبير من الشركات وغير مرخص، كمان عدد أكبر غير مرخص، لل يعني للفت ضابط، للمخللات ضابطة، للمياه ضابطة. كل التركيز اليوم عم بيصير على موضوع العدادات، بينما الأمور الغذائية في خبر كان. خلينا كمان نستقبل اتصال من المواطنين. من معي؟ ايه بونجور ست. يا أهلا وسهلا، تفضلي. معليش، مع احترامي لضيفك الكريم، هلأ قبل شوي طمن انه الكميات اللي موجودة باللفت، كميات اللفت العالم تاكلها منا يعني هالقد مخيفة وهيك، بس هو بيعرف ونحنا كلنا منعرف انه نحنا بناكل شوية لفت مسرطن، شوية طحينة مسرطنة، نشرب شوي فيها بلاستيك مي. امبارح مثلا شفنا الموز اللي عم ناكله كيف ما عم بينسقى بالمجرير، هوانا ملوث، مياهنا ملوثة. ما هو باكج طويل عريض. إذا بهاي العقلية نحن منقول إنه ماشي الحال، كمية صغيرة عوض بسلامتكم على علينا كلنا. شكرا لك. شو تعليقك اليوم مدير حماية المستهلك طارق يونس؟ أنا بعتقد إنه الأمور لازم كل إنسان يتحمل مسؤولياته بهذا البلد. ما في شك إنه إدارات الدولة كلها عندها مسؤولية، أصحاب هذه المعامل عندهم مسؤولية، يجب أن يتحمل مسؤولياتهم أمام القانون. لكن دائما نحن منحاول عدم إخافة الناس. ليش عدم إخافة الناس؟ إذا بدنا ننشر الهلع بشكل عام، هذا أمر بعتقد ما بيؤدي إلى أمر إيجابي. نحن ما ننشر الوعي، ننشر الثقافة عند المستهلك. بالنسبة لموضوع المخللات، بعتقد حتى الدكتور برو أشار بوضوح إلى أن سحبت هذه المنتجات من الأسواق. نعم. ليش سحبت؟ أولا لأن الإدارات تحركت ونزلت على الأرض وسحبت كمية معينة، وطلبت من أصحاب هذه البضاعة سحبة من الأسواق. بس الأهم من هيك، لأنه نشرت ثقافة معينة عند الناس أنه صار في مشكلة معينة بموضوع معين، وبالتالي المنتج والبائع خاف وقال لازم أسحب أنا هذه المنتجات. إذا الموضوع مش بس دائما هو رقابة، الموضوع هناك ثقافة. يجب أن نعمل دائما على نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن اللبناني، وأن تكون الرقابة مواكبة لهذه الثقافة، لأنه الرقابة لوحدها ولا ممكن ببلد مثل لبنان يعج بعدد هائل من المشاكل، لا يمكن لها أن تقوم بالعمل لوحدها. طب ليش ما بتمنعوا بيع اللفت الفالت؟ كل شيء فالت، لا مكتوب عليه للشركة وللمصدر ولتاريخ الميلاد وبالهواء الطلق، كمان مين بده يمنع ومين بيمنع؟ حتى اليوم انت، نحن اخذنا قرار مثلا بالاجبان، الاجبان منع الاجبان الفلت. طيب حتى بفرنسا اليوم في اجبان تباع فلت، ولكن هذا ما بيعني اذا باعت فلت هذا امر سيء دائما، لا، ما هذا جزء من ثقافه طيب البلد. طب بدي اعرف انا تاريخ الصلاحيه؟ ما هون بتجي المسؤوليات على كل الناس، المسؤوليه على المنتج، المسؤوليه على الاداره اللي عم تراقي، المسؤوليات هي مسؤوليات مشتركه، بس كل عم يطلع غير مسؤول. للاسف انا بقوله للاسف انه المنتج بكل دول العالم بيتحمل مسؤولياته، اما بلبنان للاسف كتار من المنتج كتار، هذا ما معنى نعمم، ما عم بيتحملوا مسؤوليتهم لانهم مش عم بيتحاكموا مثل ما لازم. مستقبل اتصال، مين معي؟ الو، صباح الخير. يعطيك الف عافيه. شكرا. يعني انا اللي عتب على صوت لبنان وعلى كل الاذاعات اللبنانيه، بيروحوا بيجيبوا اصحاب اللي عاملين المشكله لحتى يتحاوروا هم وياهم ليدافعوا عن نفسهم. هيدا عيب. يعني بدك تجيبي واحد مريض كانسر تساليه عن حالته من وين جابه، تجيبي لي واحد اللي عامل الكانسر تساليه من وين، والله عرفنا جد عرفنا. يعني شيء ما بقدر واحد بقى يوصف. يعني عم يدافع عن قتل اولادنا، عم يدافع عن قتلنا، عم يدافع عن العصابه تبعهم اللي هن عم يقبضوا، هن هو انسان، هن هو واحد منهم اللي عم يقبض مني انا ومنك، وما عم يشتغل شغله. بس نحن عم نجيب المسؤول لحتى مسؤول، ما انت عم تجيب، عم نجيب المسؤول اللي هو لازم يراقب السوق والملف الغذائي باكمله. نعم، انا مستمع دائما لصوت لبنان طول النهار، يعني نعم. على بكر الصبح لعشيه. نحن المشكله عندنا انه عم نجيب اللي عم يرتكب المشكله. مين اللي عم يرتكب المشكله؟ عم يحط تلوين ولا اللي عم يدافع عنه؟ ما بعرف. يعني شيء مزري.
شيء. تفضل استاذ طارق. ما في واحد يعني بجيبي صاحب يعني رئيس العصابه والزلام تبعه لحتى يدافعوا عن 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 قتل اولادي. لاي ما 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 بفهمان. تفضل فهموا في كيف فيكم تدافعوا عن حالكم اليوم طارق؟ انا بعتقد هذا الكلام في قله اخلاق اولا، ما في في اولا قله اخلاق بالتعامل معنا بهالطريقه، لنا نحن ما لنا موجودين لندافع عن نفسنا. بس يا ريت بتحط الهاتفون لان اثنينكم عم تحكوا. نعم نحن مش موجودين لندافع عن انفسنا لانه ما ارتكبنا جريمه لندافع عن انفسنا، نحن عم نقوم بواجباتنا. انا عم قوم بواجبي. دورك دورك انه تحترم الناس لما تحكي معها على الهواء، بتعبر عن رايك بتعبر عن رأيك بتعبر عن رأيك باحترام. أما الكلام عن عصابات يبدو أنه موجه لإلك. إذا بتريد إذا بتريد أنت يبدو أن أنت يمكن جاي من ميليشيا معينة وبالتالي أنت تتعامل مع الناس بهذه الطريقة. أنا بهمني بتمنى أنه خلينا نوصل نحن أفكار للناس ما نتعامل بس الكلام. خلينا نحكي. أنا اللي كل إنسان ممكن يعبر عن رأيه. لا عارفة بس ولكن كلام عن عصابات هذا كلام غير مقبول على الأطلاق. خلينا نوضع الأمر بنصاب. والناس مقهورة، الناس مضروبة بصحتها نتيجة عدم المراقبة الفعالة اليوم للمواد الغذائية. طب الناس مقهورة بدها تعبر عن رأيها. طب شو بدنا نقلها للناس؟ من إلا أنه من بعد ما طلع المنتج الموجود مسرطن وكم أكلنا منه وأكلنا أولادنا بدو يعرف هيدا الزلمة هيدا متصل بدو يعرف أنه أنا من الناس وأنا بأكل كمان بأكل فلافل وبأكل شاورما ما هيك وانا بفوت على هذا المعمل كيف ممكن وطعمي ولادي حقه كيف ممكن انا احمي ناس؟ هذا كلام غير مسؤول. بس حقك وكلام لا الانسان بده يكون حقك وحق اولادك وحق كل مواطن لبناني. انا يتأمني منتج سليم بيعبر باحترام. هذا بنفهمه لنوصل كلنا للهدف المنشود هو حمايه الناس. الادارات حمايه المستهلك حمايه المستهلك. انا بوصل على شغلي الساعه 7 الصبح بفل من شغلي الساعه 7 عشيه مش لاسمع اسمع واحد مثل هذا المواطن عم يتهمني اني رئيس عصابه وبالتالي خلي الامور تكون بنصابه. نعم فيك تقول انه المواطنين يعني مظلومين. له حق المواطن له حق يعرف. عم نركض ليل نهار ما بقول انه قدرنا نوصل لهدفنا الكبير لانه في للاسف في مشاكل. المطلوب بالنسبه للمواطن في مشاكل غذائه على القليل بسليم. نحن المياه مش ملوثه ما هي؟ التلوث عام. حمايه المستهلك مسؤوله عن تلوث المي، حمايه المستهلك مسؤوله عن تلوث عن النفايات، حمايه المستهلك مسؤوله عن المصانع، حمايه المستهلك في شيء غريب عم بيصير بالبلد. بس هو الغريب بتعرف عم يطلعوا الكل غير مسؤول. ما هيدا هو الغريب اللي عم يطلع. لا ما نحن عم اول الحلقه بدايه الحلقه انا وياكي قلنا كل الناس إلى دور. كل الناس إلى دور سؤال ولكن ان